سي سيتي ليكسبيرونس درت التمثيله ديال هذا الفيلم مع الوالدين لعبت معهم مي ما لعبتش حيتاش ملي كتكون حدا الوالدين العائله ما تقدرش دير شي حاجه اللي ماشي فغي اللي ماشي حقيقيه لازم الوغ بعد مرات كانت صعيبه شويه حيتاش سي بيزار باش دير لا ديريكسيون مع الوالدين غادي تقول الوالده ولا الوالد غادي تمشي هنايا وجلس هنايا وكتكون المخرج بالحق كانت بزاف ديال الفرحه ديال ليموسيون اي دو لا فيريتي سورتو هادشي علاش لي جون في هذا الفيلم لي بيرسوناج كاع كلهم سي دي فغي بيرسون ماشي هما دي زاكتور و سا ابورت لا فيريتي من بعد دابا الفيلم دابا خرج في المغرب خرج في فرنسا دابا الفيلم كيدوز في الرباط في الدار البيضاء في دون ما فيل في طنجة واليوم جو سوي سي ان تونك اكتور رياليزاتور مي سورتو مغربي وي 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 اسمح لي لا 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 اليوم اليوم غادي 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 نعطي لو بري دو جوري هنايا باش نعطي ما عرفتوش جو سي با كان فيلم مازال مي جو تري فيير شرف كبير باش غادي نعطي هذا البري هذا دو جوري لو كرون بري غادي يكون شي كرون رياليزاتور ان شاء الله المشاركه وهو خوك شرف اليوم سعيد تحياتي بعدا تحياتي لكم خوكم اشرف الفناير وتحيات الفناير كاملين حنا فرحانين اليوم الفيلم ديال الاخوان تشرف هذا المهرجان و تنتمنهم خوتنا انهم يعجبهم العرض ويعجبهم الدور ديالي اول دور ديالي في السينما احساس راه احساس كبير لانه غادي يشوفوه خوتنا احبابنا والناس اللي عزاز علينا وهذا هي اول تجربه ليا في السينما فنتمنى انهم يزيدوا يشجعونا باش نديروا اعمال اخرين ان شاء الله كاين قدر كاع يكون فيلم خاص بيا ولكن هذا الشيء باقي في نطاق الدراسات الغناء راه غادي الالبوم ديال فنير ان شاء الله في 2023 المشاركه ديالنا جات ان الفيلم الاخوان كود كور ديال الفيستيفال وصافي بليزير انه اول مشاركه لنا في هذا المهرجان الدولي اللي بطبيعه الحال هو مفخره للمغاربه ومفخره لنا حنا كفنانين كانت اول تجربه سينمائيه ديالنا ديال الفيلم الاخوان اللي الحمد لله لقى نجاح كبير وهذا النجاح راجع للخدمه وانه اشتغلنا من القلب باش نقدموا واحد برودوي سينمائي للمغاربه واللي لقى الاعجاب ديالهم ودابا شويه غادي نشوفوه مع المراكشيين في سطح جامع الفنا وفرحانين اننا غندخلوا البيجا في مدينه البيجا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي